اليوم ليان الحمد لله رب العالمين وصلت ل يعني ثقة القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ولا زال الطموح كبير، وإن شاء الله رب العالمين يكتب لنا التوفيق ولجميع الشركات ولجميع القطاعات. ما شاء الله تنظيف مميز، والله يجزيكم خير ويعطيكم ألف عافية، سواء في المكان مميز، في القاعات مميزة، الخدمة مميزة، ما قصرت، والله يعطيكم ألف عافية.